احنا كنا بنتكلم الحقيقة على البطولة دي كأنها واحدة من البطولات المستحدثة في الكرة المصرية، كأس السوبر المصري يعني. لكن الحقيقة أنا النهاردة بس والنهاردة بس اكتشفت أن البطولة دي يمكن فكرتها في مصر بترجع لأكتر من 50 سنة، وتكتشف النهاردة كمية كبيرة، أو هتكتشف النهاردة مع نفسك كمية كبيرة من المعلومات اللي يمكن تكون بتسمعها لأول مرة عن بطولة كأس السوبر، بالإضافة طبعا لمشوارنا، والأهلي بيمتلك مشوار مش متميز، متفرد الحقيقة على مستوى الألقاب ومستوى المشاركات في بطولة السوبر المصري. هيشرفنا الناقد أشرف زوف والمحلل الرقمي، هيكلمنا الحقيقة ويستعرض معنا تاريخ البطولة، ونكلم على مجموعة من الأرقام والإحصائيات اللي يمكن الحقيقة تكون لطيفة جدا، واحنا بنتكلم على طبعا مواجهة السوبر المنتظرة اللي هتجمع بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة اللي جاية. بداية طبعا أرحب بيه وأشكره على وجوده معايا في السادسة. مساء الخير يا أستاذ أشرف. أهلا بك أستاذ أحمد، وبكل السلام للمشاهدين ومشاهدي قناة النادي الأهلي. واسمح لي بس في الاول اتقدم بالتهنئه للنادي الاهلي العريق، طبعا نادينا العريق، ولحضرتك طبعا لفوز النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي متمثلا بقى في النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي بفوزها باحسن قناه او افضل قناه رياضيه في سنه 2022. بشكر حضرتك. ده طبعا شرف لكل من ينتمي للنادي الاهلي وكل اهلاوي في على الكره الارضيه عامه. اول جوائز الموسم، وان شاء الله تكون فيها الخير على الاهلي. وشي حلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله. يمكن انا ابتدي معاك بالتاريخ، لانه يعني الناس كلها عارفه ان البطوله دي بطولة مستحدثة، كنا يمكن يعني شفنا المواجهات اللي بتجمع بين بطل الدوري وبطل الكاس تحت مسمى كاس السوبر من سنين مش بعيدة قوي. لكن القصة وما فيها زي ما حضرتك بتقول انه القصة او الفكرة دي نفسها كانت يمكن عمرها في مصر هنا اكتر من 50 سنة، واتطبقت بس مش تحت مسمى كاس السوبر المصري، يعني تقريبا يمكن قربت على 60، يعني يمكن 60 سنة. يمكن من بدايتها من سنة 63، يعني 59 سنة تقريبا. ولكن انا عايز اقول بس الاول، اول من اخترع السوبر الحقيقي فعلا بقى، اول من اخترعه هو الصحفي الهولندي انطوان ويتكامب. هو ده عالميا. ده كان صحفي هولندي بيشتغل في صحيفه رياضيه هولنديه شهيره، كان يعني هو وزميل ليه كانوا بيدوروا على انتشار الصحيفه عالميا ويكون ليها يعني رياده وليها اسم كبير. فخد فكره كانت عملتها برضو احدى الصحف الانجليزيه الشهيره جدا، انها كانت وراء اقامه بطوله دوري الابطال الانديه الاوروبيه. فعمل دي، بس عمل بشكل جديد بقى، عمل بطوله يعني بطوله تجمع ما بين بطل الدوري ابطال الدوري وابطال الكؤوس الاوروبيه. وبالفعل عمل البطوله دي سنه 73. وكان في الوقت ده كان اياكس امستردام الهولندي هو كان يعني زعيم انديه العالم في الوقت ده، كان هو المهيمن المسيطر على البطولات الاوروبيه في الوقت ده. واتعملت البطوله واتلعبت يمكن بين اياكس امستردام الهولندي ورينجرز الاسكتلندي، وفاز اياكس، ولكن الاتحاد الاوروبي ويفا في الوقت ده ما اعترفش بالبطوله في اول موسم، خصوصا ان كان رينجرز كان عليه شويه مشاكل كده وشويه ايقافات، وكان ولكن في الموسم اللي بعدها اقرها الاتحاد الاوروبي، وفعلا كانت اول بطوله يمكن رسميه جمعت برده بين اياكس الهولندي مع اي سي ميلان الايطالي، وكانت بتتلعب من مباراتين وانتهت نتيجه المباراتين 6-1 لاياكس. ولكن بعد كده لظروف معينه، يبدو انه في الفتره دي يعني كان مهيمن جدا. كان ريال مدريد طبعاً الفتره دي طبعا كنا برضه عارفين الطاحونه الهولنديه، وكان منتخب هولندا طبعاً وكرويف بقى في الوقت ده كانت العصر الذهبي، يمكن كانت الحقبه الهولنديه بالظبط كده. وكاس عالم 78 و74 كان هم في الوقت ده هم المسيطرين على الكره في التوقيت ده. لكن عندنا هنا في مصر الفكره، الفكره عندنا بقى، في عندنا الفكره اتعملت مرتين سوبر، وهي مش سوبر او يعني هي مش سوبر، ولكن هي بالمسمى الحالي او بالشكل الحالي هي كانت سوبر. تمام. يمكن كانت البدايه من موسم 63 64، يمكن كان صاحب الفكره المرحوم الكابتن محمد لطيف طبعا بقى الرياضي الكبير طبعا المعلق الشهير طبعا. ومعلق وحكم ومدرب وداري وكل حاجه، شيخ المعلقين، شيخ كل حاجه هو الكابتن محمد لطيف. عمل برضو دعوه كده المباراه يعني مهرجان رياضي يجمع من بطل الدوري وبطل الكاس، يمكن بالمناسبه المباراه دي اقيمت على ملعب النادي الاهلي في التتش. لو ممكن نرجع الاعلام بتاع او كان نطلع الاعلام بتاعها حتى الاعلام لو شفنا فيه الطرافه اللي فيه، حتى لو حاب هنلاقي ان هو بيقول لك على الانوار الكاشفه مهرجان كذا، ويعني حتى اسعار المقاعد والبلكون والحاجات اللي ده الاعلام بتاعها ده كان برعايه التلفزيون المصري ووزاره الثقافه والارشاد القومي، كانت اسمها كده في الوقت ده 63 64. التلفزيون العربي بقى ده
ايام ال اه كان 63 64 19 يوليو 63 كانت المباراه بين نادي الترسانة مع بالظبط مع سوريا. كان نادي الترسان هو بطل الدوري، وكان نادي الاتحاد السكندري هو بطل الكاس. واتلعبت وحتى نشوف، حتى كانت بيقول لك على سالي التتش، سالي الاهلي بالتتش. يمكن الحياه الطريفه جدا على دي من الارشيف الخاص. كان يعني كان نادي الترسانه في التوقيت بطل الدوري بطل الدوري، ونادي الاتحاد بطل الكاس. كان بطل الكاس في اللي فعلا كانت دي اول، دي يمكن هي دي كانت الفكره. ومع انها ما كانتش سوبر، ما كانش حد لسه توصلنا لفكره ان في مباراه سوبر بالمعنى المفهوم او المعنى اللي بس هي سوبر، هي سوبر، هي سوبر بس ما اسمهاش كاس سوبر. اسعار التذاكر انا شايف الممتاز بجنيه، ده جنيه ولا اتنين يا جماعه؟ جنيه. ده في حاجات بالقروش، وفي البلكون اللي هو يعني ودرجه اولى 50 قرش، ودرجه ثانيه 25 قرش، يعني ودرجه ثالثه ب 10 قروش. كل الحاجات دي من وحفله بقى وقصه. والله طب لطيفه جدا. يمكن دي كانت يعني اول مباراه تعتبر مباراه سوبر في التاريخ المصري. وفي نسخه ثانيه برده كان فكره السوبر بس ما كانتش سوبر برضه. يعني لسه بنقول هي سوبر ومش سوبر برضه. دي كانت في سنه 84، كان النادي الاهلي خد بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. اول بطوله يحققها الاهلي في ابطال الكؤوس كانت 84 لما فاز على كالونيا ويندي. وكان الزمالك فاز بابطال الدوري برضه اول نسخه لنادي الزمالك او اول بطوله. وكان الكلام ده في شهر ديسمبر 84. 6 يناير بقى 85، بعد مثلا انتهاء البطولتين دول باقل من اسبوعين، كان مباراه نهايه الدور الاول بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره. ايوه كانت 6 يناير 85. وبرده اتعمل في الدوري المصري، في الدوري المصري بقى اتعمل تقرير كده جميل، خصوصا ان في الوقت ده الاهلي كان بطل افريقيا ابطال الكؤوس، والزمالك بطل ابطال الدوري. كل فريق نزل الكابتن بتاعه معاه الكاس بتاعه، كانت زي مباراه سوبر. ونزل الكابتن مصطفى عبده المجري، كان هو كابتن النادي الاهلي. في صوره الكابتن، في اكتر من صوره اعتقد فيها هنا. كابتن خطيب واعتقد فيها طبعا مصطفى عبده كابتن النادي الاهلي في الوقت ده طبعا، وكان كابتن شوبير وكابتن محمد عامر وكابتن محمد صلاح كان كابتن نادي الزمالك. ونزل كل فريق برده، دي كانت برده مباراه سوبر برده، ولكن هي ما كانتش مباراه سوبر. يمكن هم دول المباراتين اللي هم قلنا عليهم مباراه سوبر، وهم مش مباراه سوبر. دول طبعا دي من ذاكره التاريخ او من لا، لكن الفكره بقى بتاعه السوبر اللي احنا نعرفها، كاس السوبر المصري بقى لها قد ايه، كام نسخه؟ دي كانت احنا حافظين الاهلي طبعا 15 مع اللواء الدهشوري حرب، يمكن هو كان صاحب الفكره. دي نفس الصوره برضو، نفس المباراه بس يعني كابتن سمير عادل موجود اهو في الصوره اهو. ده كابتن سمير عادل اللي ظهر في الاخر ده بعد كده، ده كابتن عادل مأمور اللي ورا كابتن صلاح. عادل مأمور بالظبط كده، او كابتن مصطفى عبده محمد صلاح الدين. وفي صوره ثانيه ظهر فيها الكابتن احمد شوبير كابتن محمد عامر. يمكن دي برضو كنت في يعني برضو مع كابتن شوبير لما وريته الصوره دي واتكلمنا في الموضوع دوت، بيقول لي انت ازاي بتجيب الافكار دي، ازاي بتقدر توصل للصور دي وتربطها بقى طبعا يعني الحاجات دي ذاكره وتاريخ. الحمد لله يعني الحمد لله. الصوره اللي فيها كابتن شوبير وراها بالظبط كده، لان كنت عرضتها عليه في يعني في لقاء كده بيني وبينه يعني. القاهره طبعا. لكن اول لقاء سوبر كان 2001. اول لقاء سوبر مصري كان 2001. يمكن كان اول لقاء، يمكن كام نسخه النسخه اللي جايه دي 19. 19 احنا لعبنا 18 سوبر. احنا عندنا السوبر مرتين لم يقام. 2011 احنا كلهم على السياسيه. 2011 و 2013 اتلغى السوبر. يمكن اول بطوله سوبر اقيمت يوم 14 سبتمبر 2001، كانت المفروض بين نادي الزمالك و مين صاحب فكره السوبر هنا في مصر؟ سمير زاهر رحمه الله. كابتن سمير زاهر. يعني كانت البدايه يمكن حتى في المحاولات وكده، كانت اللي هو حرب الدهشوري كانت يمكن هو بدايه الفكره مع كابتن احمد شوبير. كانوا برضو ولكن لما خدت حيز التنفيذ بشكل رسمي مع كابتن سمير زاهر 2001. يمكن قلنا اول بطوله سوبر كانت 14 سبتمبر 2001 جمعت بين الزمالك والمحله، وكانت المفروض بين الاهلي والزمالك، ولكن الاهلي اعتذر عن البطوله. كان الاهلي بطل كاس مصر في الوقت ده مع لو نفتكر مهند ديسكي، كان الاهلي كاسب المحله في نهائي الكاس، وكان الزمالك بطل الدوري، ولكن الاهلي اعتذر لان الاهلي كان راجع من كوت ديفوار من احد الماتشات او المباريات الافريقيه، وكان توقيت مباراه السوبر يعني كان هيبقى بعد عوده الاهلي بحوالي اقل من 48 ساعه، فالاهلي حاول ان هو ياجل المباراه يعني يومين ثلاثه او حاجه، حصلت مشكله فالاهلي اعتذر وشارك غزل المحله. الوصيف يمكن هنشوف احنا بعد كده حتى اكتر من مره في انديه بتشارك بدل انديه اخرى يعني. يمكن دي بقى مشاركات الانديه المصريه، عندنا 9 انديه مصريه شاركوا في السوبر. طبعا ياتي النادي الاهلي طبعا كالعاده في الرياده وفي الصداره ب 15 مشاركه. يليه الزمالك ب 10، حرس الحدود 2، المقاولين 2 ومشاركه، وانبي 3 مشاركات، المقاولين مشاركه، المقاولين 2، طليق الجيش مشاركه، الاسماعيلي والمحله والمصري مشاركه وحيده. احنا لعبنا دي. احنا كاهلي لعبنا الزمالك ولعبنا امبي ولعبنا المصري، احنا لعبنا كل الفرق ما عدا المقاولين.
ما عدا المقاولين. ما عدا المقاولين، المقاولين لعب مرتين. المقاولين حاله استثنائيه في السوبر المصري. بالظبط كده، لان المقاولين الفريق الوحيد اللي شارك وفاز بالسوبر وهو ضمن انديه الدرجه الثانيه او الممتاز بيها. ازاي فكرنا ده كان مع كابتن حسن شحاته؟ حسن شحاته بالظبط، كابتن حسن شحاته لما نتكلم برده في السياق برده على المدربين هنقول ان كابتن حسن شحاته هو برده المدرب الوحيد اللي فوز بالسوبر وهو مدرب احد انديه الدرجه الثانيه او الممتاز بيها. المقاولين كان كاسب الكاس مصر في موسم 2004 في المباراه الشهيره لما كسب الاهلي لما كان امير عبد الحميد اتكسر وخرج والاهلي كان استنفذ تغييراته الثلاثه واضطر الاهلي لاعب شادي محمد حارس مرمى وكسب المقاولين بهدف طبعا ب 2-1 بالهدف الشهير في شادي محمد ولعب السوبر المصري ولعب السوبر هو كان في انديه الدرجه الثانيه كان صعد لسه صعد للممتاز ولكن كان في الوقت ده كان لسه ضمن انديه الدرجه الثانيه يمكن هي دي برده الحياه خد كاس مصر وخد من بعديه سوبر وهو بيلعب في دوري الدرجه الثانيه اكبر نتيجه في السوبر بالمناسبه كمان برده يمكن الكلام بيجيب بعضه بدري يمكن المقاولين لما خد السوبر من نادي الزمالك حقق اكبر نتيجه حصلت في السوبر لما فاز على الزمالك ب 4-2 يمكن دي اكبر نتيجه دي اعلى نتيجه اتحققت في السوبر بالظبط يمكن بعد كده النتيجه اللي بعد كده الكلام برده بدري يمكن اكبر نتيجه بعد كده كانت الاهلي برده على الزمالك واتكررت مرتين فوز الاهلي على الزمالك 3-2 ايوه يمكن برده دي اكبر يعني انت هتقول ايه حرقنا الشغل بدري لا احنا بنتكلم والكلام هيجيب بعض يمكن اكبر نتائج بقى السوبر احنا قلنا فوز المقاولين على الزمالك 4-2 فوز الاهلي على الزمالك مرتين 3-2 تمام يمكن هم دول اكبر نتائج كم مواجهه اهلي وزمالك سبع مواجهات خمسه لصالح النادي الاهلي واربعه واثنين لصالح نادي الزمالك تمام المرتين بتوع نادي الزمالك انتهوا بضربات الترجيح على فكره يعني الزمالك لما يفوز بالسوبر على النادي الاهلي الا وبالمناسبه نسبق برضو الكلام بيجيب بعض من الدردشه مع حضرتك نادي الزمالك حقق اربع القاب في السوبر لم يفز ولا مره من اربع مرات في الوقت الاصلي يعني الزمالك فاز اربع مرات منهم مرتين بضربات الترجيح يمكن دي اكبر النتائج اللي قدامها لسه اهو 2002 المقاولين على الزمالك دي النسخه الوحيده اللي فاز بيها المقاولين تاني المقاولين لان المباراه الثانيه المقاولين ما لعبش سوبر تاني لعب مع الزمالك تاني ولكن خسر المقاولين لكن خسر بالظبط والاهلي على الزمالك 3-2 مرتين مره في 2015 ومره 2018 مره 2015 دي اللي برده في استاد الزعبن زايد اللي هو فارق الخير لا هنيجي للملاعب دلوقتي انا بقالي برده في ملاعب كتير جدا استضافت وانا مقسم حتى ملاعب فوز الاهلي لوحديهم والملاعب اللي كلها هنيجي للملاعب عدد فوز مرات الاهلي بالبطوله من اصل 15 11 مره مره شارك فيها او وصل فيها المباراه السوبر فاز بيها 11 أنا مره بص انا عاملهم برده حضرتك بالنسب يعني الاهلي شارك 15 فاز 11 لو تجيبوا لنا سلايد الاهلي كده نشوف برده الارقام معانا على الشاشه في 61% بس انا جايب كل الانديه في الوقت دلوقتي يعني كل يعني كل الانديه اللي فازت بالسوبر عندنا خمس انديه فازت بالسوبر بال 18 لقب الاهلي تدعمهم ب 11 لقب بنسبه 61% قدام حضرتك نادي الزمالك فاز اربع مرات 22% المقاولين العرب انت قلت لي حضرتك استاذ اشرف معلش عدد النسخ اللي اتلعبت 18 اللي جايه دي 19 تمام الاهلي من 18 دول فاز ب 11 بنسبه 61% لوحده 61% منفردا الاربع فرق اللي بعد الاهلي بيحققوا بقى ال 39% التانيين منهم الزمالك اربع القاب ب 22% المقاولين العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش كل فريق محقق بطوله ب 6% من اجمالي ال 100% او نسبه الفوز لل 18 لقب للسوبر طلائع الجيش دي بتهيألي النسخه اللي خدها على حساب الاهلي واحده من الاربعه اللي احنا وبالمناسبه طلائع الجيش احنا ضيعنا قدام مين يا استاذ اشرف؟ احنا اثنين الزمالك واحده الجيش وواحده الجيش وواحده حرس الحدود لان برضه بالمناسبه لان الاهلي تبادل مع حرس الحدود الفوز 2010 يعني طارق العاشي وحسام البدري حتى كمدربين تبادلوا الفوز والهزيمه قدام بعض والاهلي وحرس الحدود برضو تبادلوا يمكن الاهلي برضو مرتين مع حرس الحدود 2009 2010 حرس الحدود فاز مباراه والاهلي فاز مباراه يعني دي برضو بالنسبه لسياق الكلام برضو عندنا في لعيبه فازت بالبطوله مع اكتر من نادي لا في لعيبه شاركت طبعا في لعيبه كتير اللي هو العميل المزدوج بقى لعب في اكتر منهم من ضمنهم طبعا بقى نجم قناه الاهلي كابتن اسلام الشاطر اللي لعب طبعا في اكتر من نادي لعب مع الاسماعيلي ولعب مع النادي الاهلي طبعا في ناس لعيبه كتير قوي ولكن هنا يبقى بقى مؤمن زكريا يمكن الصوره بس احنا كنا في ترتيب في السيكونس مش عارف هتبقى موجوده نروح السلايد كله معانا كله معانا وكله هيتلعب كابتن مؤمن زكريا يعني بندعي له بالشفاء التام يعني ان شاء الله والشفاء العاجل مؤمن زكريا ان شاء الله ان شاء الله موجود في السوبر اللي جاي سوبر رقم اللي بيحمل نسخه رقم 19 هيكون موجود ان شاء الله وهيتابع المباراه من الملعب ان شاء الله ده مؤمن زكريا اللعيب الوحيد في الكره المصريه اللي لعب لثلاث انديه مختلفه في السوبر لعب لانبي ولعب للزمالك ولعب للاهلي كان في لعيب قريب ان هو يحطم رقم مؤمن زكريا ولكن قبلها باسبوع انتقل لنادي اخر هو كان احمد عيد
عبد الملك اللي كان شارك في 2009 2010 مع حرس الحدود، ثم شارك بعد كده مع نادي الزمالك، وبعدين انتقل من الزمالك للنادي المصري، وكان هيلعب مع السوبر اللي هو المصري قبل في نادي الاهلي، كان 12 يناير 2018. ولكن قبل المباراه يمكن باسبوع في الانتقالات الشتويه في يناير انتقل لوادي دجله، واتحرم ان هو يعادل الرقم مؤمن زكريا. تمام. لكن في طبعا في اكتر من لعيب كتير، طبعا محمد صديق، طارق السعيد، سيد معوض، اكتر من لعيب كتير يعني، اينو واحمد حسن، لعيبه كتير قوي لعبت اكتر من نادي في السوبر. اكتر مدرب فاز بالبطوله دي، هو اكتر مدرب بشكل عام واكتر مدرب اجنبي هو مانويل جوزيه، طبعا صاحب الرصيد الاكبر باربع القاب، يمكن هو الوحيد اللي فايز باربع القاب، يمكن برضو دي من ضمن القاب الاهلي، خلال 2005 2006 2007 2008 ويمكن بشكل متتالي كمان مانويل جوزيه. يليه طبعا بقى المصري حسام البدري برضو ثلاث القاب. يمكن احنا عندنا اكتر من مدرب مصري واكتر من مدرب اجنبي، لو رحنا حتى للمدربين كده. لا مش هنروح للمدربين، حاسس ان احنا بنجري، حاسس ان ايقاعنا سريع. لا احنا دايما بنحب ايقاعنا يبقى سريع على فكره. كويس كويس تمام. هنكمل على قصه المدربين، بس هتسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا النهارده استاذ اشرف زوف، طبعا الناقد والمحلل الرقمي. هتسمعوا ارقامه، لسه الاحصائيات والارقام مستمره، وكل ما يتعلق بالسوبر وقرايته كمان لماتش السوبر اللي جاي. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسه. الملك طبعا مانويل جوزيه هو اكتر مدرب اجنبي فاز بلقب السوبر، اربع القاب حققهم مع النادي الاهلي، وعلى مستوى المدربين المصريين حسام البدري برصيد ثلاث القاب. ده الكلام اللي قاله لنا استاذ اشرف زوف طبعا ضيفنا في السادسه قبل الفاصل. قصه مدربين الاهلي، اذا كنا بنتكلم على 11 نسخه، مين المدربين اللي حقق معاهم الالقاب دي؟ هم ست مدربين، اربعه اجانب واثنين مصريين. اربعه اجانب واثنين مصريين، من اصل البرتغالي يمكن هي مسيطره والمهيمنه على البطوله. اربعه مانويل جوزيه الواحد زي ما قلنا من دلوقتي، وتوني اوليفيرا في 2003 يمكن كان دي اول بطوله للنادي الاهلي برضه، وكانت حسمت على نادي الزمالك بدرجه اول بطوله سوبر يحققها الاهلي. يحققها الاهلي فاول مشاركه ليه في 2003. توني اوليفيرا، توني اوليفيرا البرتغالي وبعدين اعقبه بقى مانويل جوزيه باربعه، يبقى خمسه للبرتغاليين. كمان عندنا جريدو في 2014 اسباني، جريدو اللي هو مدرب الاسماعيلي الحالي. كمان في عندنا الكونفدراليه كمان اعتقد جريدو بالظبط مظبوط، وفايلر بقى في 2018 السويسري، فايلر في 2018. دول الاجانب، دول الاجانب. بالنسبه للمصريين قلنا بقى حسام البدري ثلاث بطولات ونسخه اخيره وحيده لكابتن عزيز عبد الشافي في 2015، وبالمناسبه برده كانت على نادي الزمالك، وبرده كانت على استاد هزاع بن زايد. يبقى دي هاجل الملاعب والاستادات، في نسخه من دول كانت غريبه او كان او ما كانتش متوقعه او كان فيها نتيجه. طبعا في اكتر من مباراه، يمكن مثلا لو قلنا نسخه 2014، نسخة 2014 مع جريدو دي ركلات ترجيح تقريبا، كان المباراة انتهت بالتعادل بالسلبي، ولعبوا وقت اضافي انتهت بالتعادل، لعبوا ضربات ترجيح، وكانت البداية غير مبشرة للنادي الاهلي. وليد سليمان واحمد عبد الظاهر اضاعوا اول ضربتين وخلاص، يعني كان الزمالك لو احرز الضربة دي كان فاز اول ضربتين وكملوا بقى الضربات خلاص، الزمالك في ضربة لو احرزها الزمالك كان خلاص احرز البطولة. اتصدى لها شريف اكرامي، وبعديها البطوله اللي الضربه اللي بعديها ضاعت الاهلي وكذا، لغايه الضربه الاخيره اللي ضيعها محمد كوفي في اللقطه الشهيره. طبعا 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 وفاز الاهلي بالبطوله، يمكن دي برده من الحاجات الغريبه. كمان بطوله 2015 اللي كانت على استاد هزاع بن زايد، كانت اول مره تطلع بره مصر. برده يمكن الزمالك كان تقدم على الاهلي بهدف، وعقابه برده ضربه جزاء للزمالك اضاعها بقى كهربا لما كان بيلعب في الزمالك، ويمكن ضربه الجزاء كانت يمكن نقطه تحول المباراه. النادي الاهلي قدر يصدر ثلاث اهداف، وفي الاخر كهربا جاب جون والاهلي فاز بالبطوله. طيب تعال نروح للملاعب والاستادات. احنا يمكن في السنوات الاخيره اتعودنا نشوف البطوله بتقام في يعني خارج مصر، في الامارات الشقيقه طبعا، ويمكن طبعا الامارات بلد شقيق وشعبها غالي جدا على المصريين، وما بنحسش ان احنا في بلد تانية، وخصوصا طبعا مع الحضور الجماهيري الكبير كمان اللي افتقدناه. هو كرنفال كده جميل قوي يعني. طبعا طبعا بيبقى احتفاليه الحقيقه كبيره جدا بحضور. طب نشوف الملاعب اللي استضافت البطوله من اول ما ابتدت. يمكن لو قلنا استاد القاهره هو اكثر الملاعب اللي اقيمت عليه البطوله، سبع نسخ اقيمت على استاد القاهره، يمكن 2001 و2002 2006 2007 2008 2010 2014. ايوه. ثم يجي بعد كده بقى عندنا استاد الكليه الحربيه ثلاث نسخ، 2003 2004 2009.
استاد برج العرب، سيد الجيش برج العرب 2012 2018 2020، واستاد المقاولين العرب في نسخه واحده 2005. دي الاستادات المصريه اللي شارك شهدت استضافه البطوله. اه بالظبط، يمكن 14 نسخه على الملاعب المصريه. اما بقى خارج مصر فاربع مرات البطوله اقيمت، وكلهم كانوا في دوله الامارات العربيه الشقيقه، مرتين على صالح الزاعه بن زايد استاد نادي العين الاماراتي في 2015 و2017، وعلى استاد محمد بن زايد استاد نادي الجزيره في 2016 و2019. الاربعه اللي بره دول اهلي وزمالك؟ الثلاثه الاهلي لعب الاربعه كلهم. الاهلي لعب الاربعه كلهم. ثلاثه كانوا زمالك، واحده النادي المصري. واحده المصري اللي هي بطوله 2017 على صالح الزاعه بن زايد بهدف وليد ازارو اللي انتهى في الوقت الاضافي. والاربعه فاز بيهم الاهلي؟ لا الاهلي لعب اثنين على صالح الزاعه بن زايد، واحده قدام الزمالك وفاز 3-2، وقدام المصري وفاز 1-0. تمام. ولعب اثنين على استاد محمد بن زايد في الجزيره، وللاسف خسر المباراتين امام الزمالك بضربات الترجيح. تمام. يعني 2-2 بره مصر، 2-2 بالظبط كده، يعني جايه دي فاصله بالظبط، بيست اوف 5 بالظبط كده. طيب نروح للحكام. طيب عندنا الحكام، عندنا الحكام ال 18 نسخه. عندنا خمس حكام مصريين وثمان حكام أجانب. الاجانب برضو منهم حكام عرب وافارقه يعني بالمناسبه يعني. الخمسه المصريين كان في عندنا الكابتن محمد فاروق ادار ثلاث نسخ للسوبر 2000. اي ازمات تحكيميه حصلت يعني؟ عارف في الدوري في ماتشات حصل فيها ازمات تحكيميه وانسحاب في مبكر وانسحاب نتيجه قرار حكم؟ لا هي ما كانتش فيه غير بس كانت في مباراه 2015 اللقطه بتاعت اللي وقف على الكوره والبتاع والازمه دي بس، لكن هي ما كانش، لكن غير كده ما فيش حكام يعني افسدوا او التحكيم اثر على الحمد لله كلهم كويسين الحمد لله. يمكن قلنا بقى الحكام المصريين محمد فاروق ادار ثلاث نسخ 2010 2012 2014، جمال الغندور نسختين 2001 و2002 دول اول نسختين، عصام فتاح نسختين 2005 و2006، حمدي شعبان نسختين في 2007 2009، واخيرا الكابتن رضا البلتاجي كان ادار نسخه واحده في 2004. دول الحكام المصريين. تمام. اما الحكام الاجانب بقى فعندنا ثمان حكام من جنسيات مختلفه. يمكن كانت البدايه مع الفرنسي الان سارس اللي ادار نسخه 2003، والنمساوي فرانزا شوخليك اللي ادار 2008، والاسباني كارلس كاربيرلو 2015، وتشيكي بابل كرالوفيتس 2016، والاماراتي بقى نيجي هنا بقى للايه للحكام العرب عندنا. الاماراتي عمر الجنيني اللي ادار 2017، والالماني فليكس بريتش 2018، والنرويجي سفيان اودر فومون في 2019، واخيرا المغربي مصطفى غربال اللي ادار النسخه الاخيره 2020. صحيح. دول ثمان حكام حكام مميزين. بالظبط، منهم حكامين عرب. بطل دوري بيواجه بطل كاس في ال 18 نسخه. الافضليه كانت لمين؟ لا دي يمكن الاهلي كل الانديه اللي شاركت خارج الاهلي والزمالك كلهم شاركوا بصفاتهم حاجه بطل كاس، يا بطل كاس يا بديل احد البطلين. يعني يمكن المحله شارك، احنا قلنا اول بطوله شارك مكان الاهلي بطل الكاس، الاسماعيلي برضو شارك مكان الاهلي وهكذا. في كمان الزمالك كان عوقب بالحرمان من السوبر نتيجه انسحابه من استلام الميداليات لما طلع مركز ثاني في السوبر برضو. فانسحب فلعب مكانه انبي وصيف الكاس، لكن لبطل الدوري والكاس يمكن الاهلي في مشاركاته عمل بقى طفره بقى الارقام الكبيره اللي بتميز الاهلي. طب نشوف معانا جاهز مقارنه بين مشاركات الاهلي والزمالك في البطوله، الاهلي والزمالك في كل حاجه. تمام. نشوفها تمام. نشوفها معاك وتعلق لنا عليها يا استاذ اشرف. دي بالزبط. ارقام الاهلي وارقام الزمالك في المشاركه في بطوله السوبر. ده النادي الاهلي الابيض، ده نادي الزمالك. تمام. بدايه المشاركه ده من بدايه طبعا من اول ما ابتدت بطوله السوبر، احنا كاتبين من فوق من 21 لغايه 2020. تمام. من 2001 ل 2020 لغايه نسخه 2020. تمام. الاهلي شارك اول مره 2003، بدايه المشاركه 2003، الزمالك 2001. عدد المشاركات 15 الاهلي 10 الزمالك، عدد مرات الفوز 11 الاهلي 4 الزمالك، احراز الاهداف الاهلي احرز 11 هدف، الزمالك احرز 9 اهداف، استقبال الاهداف الاهلي استقبل 8 اهداف مقابل 13 هدف استقبلته شباك الزمالك. الفوز في الوقت الاصلي بالبطوله الاهلي فاز 6 مرات مقابل ولا مره لنادي الزمالك. الزمالك ما حققش ولا مره في 90 دقيقه، فاز اربع يا وقت اضافي يا وقت اضافي يا ضربات ترجيح. تمام. الفوز في الوقت الاضافي الاهلي فاز مرتين والزمالك فاز مرتين، بضربات الترجيح الاهلي 4 والزمالك 2، عدد مرات الهزيمة 4 طبعا للأهلي خسر والزمالك خسر 6. الهزيمة في الوقت الأصلي 1 للنادي الأهلي و4 لنادي الزمالك. الهزيمة في الوقت الإضافي هنا مفيش وهنا مفيش، الهزيمة بضربات الترجيح 3 للأهلي و2 للزمالك. المواجهات المباشرة بقى يعني احنا أربع من أربع نسخ أو من أربع ألقاب فقدناهم، 3 منهم فقدناهم بركلات الترجيح. بالظبط كده. تمام. ويمكن المواجهات 2 من الزمالك 2 من الزمالك، واحدة من طليعة الجيش، وخساره عاديه في الوقت الاصلي امام حرس الحدود. دي الاربع خسارات
تعرض ليهم النادي الاهلي. المواجهات المباشره الاهلي والزمالك التقوا 7 مرات في السوبر. الاهلي فاز ب5 مقابل 2 للزمالك. الاهداف الاهلي احرز في الزمالك 8 مقابل 4 احرزهم الزمالك في الاهلي. الاهلي بقى شارك في السوبر في ال 15 لقب بتوعه او في ال 15 مشاركه، شارك بصفته بطل الدوري 10 مرات مقابل 3 للزمالك. الاهلي شارك بصفته بطل الكاس مره وحيده بس مقابل 5 للزمالك. المشاركه بقى بالجمع بين بطل الدوري والكاس، الاهلي 4 مرات مقابل 2 لنادي الزمالك. بيبقى بطل دوري وكاس وبيلعب في السوبر على انه بطل البطولتين. الاهلي حققها 4 مرات والزمالك 2 بس للزمالك مرتين. يمكن هي دي الارقام المشتركه اللي ما بين الاهلي والزمالك. في فريق حقق لقب السوبر من غير ما يسجل ولا هدف؟ طلع الجيش. بالظبط كده، برافو عليك يا استاذ احمد. فعلا طلع الجيش فاز بالبطوله في النسخه الاخيره بضربات الترجيح من غير ما يسجل ولا هدف. الاغرب كمان في فريق بقى شارك 3 نسخ، يعني عندنا احنا انديه، قلنا ايه؟ قلنا انديه الاسماعيلي والمحله وانبي شاركوا في البطوله وكلهم شاركوا كبدلاء. ايوه وكلهم لم يفوزوا باللقب. والاغرب من كده يمكن انبي اكتر الانديه اللي شاركت بعد الاهلي والزمالك 3 نسخ، شارك 3 مرات ولم يفوز بالبطوله ولا مره في الثلاثه. نروح للهدافين. الهدافين يلا. طيب عندنا 33 هدف احرزوا في بطوله السوبر، 18 مباراه والله، نسبه 18 مباراه نسبه تسجيل يعني تقترب من الهدفين في كل مباراه. لو قلنا 26 لعيب احرزوا مين هداف بطوله السوبر؟ عبد الله السعيد، واحرزوا 3 اهداف وكلهم من ضربات جزاء. واحده في مباراه ضربات جزاء في اثناء المباراه. انا عايز ما اقولها استاذ احمد، ضربات الجزاء غير ضربات الترجيح. ضربات الجزاء يعني اهداف اثناء المباراه. ناكدها بس اصل الناس في ناس كتير بالنسبه لهم واحد. لا احنا بنقول ضربات الترجيح وبنقول ضربات الجزاء. ضربات الجزاء دي اللي هي نتيجة عقوبة أو مخالفة أثناء المباراة. أيوه. فأحرز 3 أهداف منهم هدف في مباراة في إنبي واثنين في شباك نادي الزمالك، هو الهداف هداف بطولة السوبر. كمان الهدافين الأجانب للسوبر النيجيري جونيور أجاي. كان عندنا 2 أجانب بس اللي هم الأجانب اللي أحرزوا. أيوه. واثنين كانوا بيلعبوا في النادي الأهلي، جونيور أجاي أحرز هدفين وبرده كان هدفين في نادي الزمالك. أيوه. ووليد أزارو بهدف وكان أحرزه في شباك النادي المصري، يبقى دول ال 33 لاعب. عندنا بقى الاهداف ال 33 احرز الاهلي، احرز منه 11 لاعب احرزوا في السوبر. الزمالك 7، 2 حرس الحدود، 3 المقاولين، 1 لكل من انبي والاسماعيلي والمحله. المصري وطليق الجيش لم يحرز ولا اي هدف في كذا. ال 33 هدف جم ازاي بقى؟ احرزوا بشكل ازاي بقى؟ منهم اهداف من ضربات الجزاء 6 من 33 هدف اللي احرزوا في السوبر كله في ال 18 نسخه. اهداف الوقت الاضافي 4. اهداف الوقت الاصلي 23 هدف، دول مجموعهم 33 اللي هم كل اهداف السوبر. ولا الهدافين بتوعهم. المصري ما حققش اللقب صح؟ المصري لعب مباراه واحده وبرده كان بيشارك بصفته برده يعني عشان بس معلومه انه المصري وطلاع الجيش ما سجلوش ولا هدف في المشاركه، بس المصري بقى من النادي الاهلي في المباراه، لكن طلع الجيش فاز باللقب من غير ما يذكر. طيب يمكن عايز اقول بس حاجه بسرعه كده، يمكن المباريات اللي هي بقى ال 18 مباراه حسمت ازاي، يعني اشكال الحسم المباريات دي. يمكن في عندنا 4 مباريات حسمت في الوقت الاصلي، واربعه حسمت بضربات الترجيح، واربعه حسمت في الوقت الاضافي. يمكن دي برضو اشكال النتائج او كيفيه حسم المباريات. 4 وقت اصلي، 4 وقت اضافي، 4 وقت اضافي، 6 ضربات ترجيح، و8 وقت في الوقت الاصلي. تمام. يبقى دول كده ال 18. طيب. كده تسمح لي اقف لحظه بس ناخد برضو مساحه مع مشاركه الجمهور، يعني احنا كنا نتكلم معاهم طبعا، نستعرض معاكم على سؤال حلقتنا النهارده قبل ما نوصل لل نبدا بعادل جورج اسعد. لازم يشوف رد فعل كل لاعب وطريقه اللعب تحت كل الظروف عشان يوصل. طبعا كان السؤال مرتبط برايك في فكره اختيارات كولر في بدايه التشكيل للنادي الاهلي، وخصوصا طبعا ان احنا رايحين على المباراه الاهم في الدور الاول، مباراه السوبر المصري. طيب فكره التقييم متفق معاك طبعا، مهم جدا، ولو ان الراجل طبعا يوم بعد يوم بيشوف ده بشكل عملي في التمرين. عندنا سعيد سلام، عرب الدواغرة، لابد من وجود كل لاعبين في الماتشات عشان ياخدوا حساسيه لقاءات. تمام. محمد حسين بيقول كويس عشان يتعرف اكتر على كل امكانيات اللاعبين. محدش خد باله من، انا هستنى كل بس او هاخد جزء طبعا من عايز اعرف لو حد من الجمهور خد باله من تريكايه كده ولا لا. هاني السيد بيقول اكيد طبعا عشان يستقر على افضل تشكيله في القادم، وامتى يحتاج خبرات كل لاعب في كل المراكز. ابو سليمان الاهلي، كولر مدرب كبير وعنده خبره، واكيد هو عنده وجهات نظر انه يجهز الفريق للمرحله اللي جايه، ولسه البطولات كتير والمباريات كتيره وكله هياخد، اكيد كله هياخد فرصته، متفق معاه، بس هي محتاجه صبر، وهنشوف الاهلي في حته تانية ان شاء الله، اكيد ان شاء الله باذن الله.
ثقتنا كبيره جدا في كولر، مدرب محترم بس ده من همه البرولوسي، همه البرولوسي تقريبا يعني، مدرب محترم بس محتاج وقت انه يتعرف على امكانيات اللعيبه وافضل مركز لكل لاعب، واهم شيء عقليه اللاعب المصري يتالق حين لما بتضغط عليه ويبقى خايف من المدرب بيطلع احسن ما عنده. ده راي حمو. انا الحقيقه يمكن كمان لفت نظري جدا في اختيارات كولر انه بيحب قوي يركز على الناحيه المهريه، يعني طبعا المدربين الاوروبيين يمكن دي واضحه كلام حضرتك يعني في محمود متولي. أيوه. المدافع اللي هو الحريف اللي عنده كوره بقى وفنياته عاليه شويه، يمكن ده بس باكد على كلام حضرتك دي بالفعل. أيوه. يعني وكريم فؤاد برضو فكره توظيفه كجناح يمين، كجناح يمين اعتقد في برضو في ماتش الاسماعيلي الكل توقع ان برضو هيتم الدفع بحسين الشحات او يعني او حد تاني، ولكن يمكن فاجئنا بكريم، وكريم يمكن كان ليه دور مميز برضو او دور ايجابي كبير في الهدف اللي احرزه الاهلي شادي حسين. صحيح بالظبط كده. طيب نرجع للسوبر مره تانية، ايه اغرب الارقام لو يعني برضو عندك حاجه مرتبطه بالحضور الجماهيري او الكثافه الجماهيريه او احداث معينه مرتبطه بماتشات السوبر؟ عايز بس اقول حاجه الاول، عايز اقول برضو يعني شفت حاجات كان الاهلي سريع سريع معلش من قبل وقت ما اي حاجه في الاهلي، عايز اقول كده براحتك خالص. بالظبط يمكن النادي الاهلي هو اكثر الانديه بقى لعبا للصور المتتاليه، يمكن الاهلي لعب 15 مره منهم 14 مره متتاليه يمكن من تاني مشاركه للنادي الاهلي في 2005 بقى، ده غير النسخه اللي احنا اعتذرنا عن المشاركه. لا الاهلي لعب اول مره 2003 تمام، ما لعبش 2004 بعدين من 2005 بقى. لا يعني اقصد اقول غير النسختين اللي الاهلي ما لعبهمش، في نسختين مش نسخه 2001 واحده. 2001 و2002 يا فندم. لا انا ما اقصدش، لا في نسخه الاهلي ما لعبهاش اصلا، احنا لا اعتذرنا، احنا اعتذرنا عنها، لكن كان يحق لينا فيها مرتين. المشاركه مرتين احنا بس ذكرنا الاولى لما قلنا المحله والكلام من ده. أيوه. قلنا الاهلي كان المفروض يلعب، لا الاهلي كان المفروض يلعب نسختين ورا بعض. ايوه والنسخه الثانيه بس برضه اعتذر، برضه الاهلي برضه اعتذر برضه. النسختين دول مع ال 14 مره المتتاليه ولا قبل ولا مفصولين عنهم؟ قبليهم. قبليهم. الاهلي بدايه مشاركاته من البطوله الثالثه 2003 الاهلي 2003 غاب 2004، وبعد كده الاهلي بقى من 2005 هو الضيف الدائم على بطوله السوبر كلها، فلعب 14 مره بشكل متتالي. يمكن طبعا ده رقم صعب حد يحققه يعني طبعا. وبعد منه بيجي الزمالك لعب أربعة وثلاثة وإنبي مرتين وحرس الحدود مرتين، يمكن هم دول اللي لعبوا بس المتتالي. صحيح. اللي كان في حاجه بقى انا كنت عاملها اسمها الاهلي سوبر السوبر بقى، يعني طبعا النادي الاهلي انه يشارك طبعا في ال 14 بطوله متتاليه وان يفوز ب 11 بطوله، يمكن برضه كنت عامل لها انفوجراف كده صغير لو ممكن نجيب الاهلي سوبر السوبر دي مهمه جدا. بالظبط كده يعني الاهلي سوبر السوبر ما بين ال 11 لقب اللي احرزهم الاهلي بالسنوات، يمكن البطوله الاولى كانت 2003، البطوله الثانيه 2005، الثالثه 2006، الرابعه 2007، الخامسه 2008، السادسه 2010، السابعه 2012، الثامنه كانت 2014، التاسعه 2015، والعشره 2017، واخيرا البطوله ال 11 كانت في 2018. يمكن ده بقى اللي هو الاهلي سوبر السوبر، هتلاقي الصور دي انا في التحديد هحطهم في الاخر موجودين يعني. كمان يمكن في شويه حاجات كده انا كنت عاملهم يعني ارقام للاهلي، اكثر الانديه اللي الاهلي فاز عليها بقى ايوه في السوبر، الزمالك سبعه سبع مرات طبعا، دي كانت الحاجات الكبيره يعني اكثر مقابله. هو السوبر بصراحه يعني برضو عشان متفقين ما بقاش سوبر وما بقاش فيه الـ الشغف الجماهيري غير لما يكون اهلي وزمالك بتهيألي، بالذات كمان بقى ازيد على حضرتك كمان لما الامارات كمان بالذات بصراحه يعني. الامارات عشان حضور الجماهيري تقصد، هي بقى بتعمل كرنفال كده وتعمل حاله برضو بس يعني بس برضو لما كانت بتلعب عندنا في مصر استاد القاهره يبقى مليان في استاد القاهره يعني برج العرب، شوف برج العرب طبعا يعني احنا عندنا طبعا استاد القاهره دره الملاعب المصريه. انا افتكر طبعا زمان الاستاد ده كان يبقى فول يعني، وطبعا بنتكلم على سعه استيعاب جماهير كبيره جدا، فبالتالي لكن طبعا الامارات عملت اللي احنا كنا مفتقدين. بتعمل له حاجه كده يعني بتخليه كده جو كرنفالي كده يعني، وحاجه كده مميزه جدا يعني. تمام. ايه ده، هو الزمالك قبل الزمالك انت قلت لي قبل مقاولين مرتين، دي المواجهات اكتر المواجهات المتكرره. الاهلي سبع مرات يمكن قلنا سبع مرات، خمسه اهلي اثنين الزمالك بالظبط كده. الزمالك والمقاولين 1-1 بالظبط، لعبوا مرتين الزمالك مره والمقاولين مره. الاهلي وامبي الاهلي مرتين، الاهلي مرتين، الاهلي كسب المرتين الاهلي وحرس الحدود مرتين مره ومره تبادل بالظبط كده. صح كده، ما شاء الله عليك انت خلاص كده. لا يعني انا بدخل معاك برضو يعني عندنا شويه الارقام دي لازم جدا على قد ما نقدر يعني. يمكن بس كنت عايز اقول ان في يعني من ضمن الحاجات اللي قلنا يعني فرق بتلعب مكان فرق، ان في 2006 استبعد الزمالك عشان زي ما قلت لحضرتك استبعد انه يشارك في 2006 اثر رفض لاعبي استلام الميداليات لما الاهلي فاز في السوبر الاخير، كان الاهلي فاز بثلاثيه على نادي الزمالك
اللعيبه بعد كده ما رضوش يستلموا مرضيش يستلموا الهلال، فتم استبعاده استبعادهم بالظبط كده من السوبر اللي بعده. عايز اقول طبعا في عندي ارقام كتير طبعا. عايز اقول مثلا ان اول نسخه في السوبر كان الزمالك البطل، اول هدف في السوبر كان احرزه حازم امام في جمال غندور، هو اول حكم ده الاول في كل حاجه بقى. الفرنسي الان سارسو اول حكم اجنبي دور اللقاء. سيد القصراوي حارس المحله اول حارس تستقبل شباكه. اول حاله طرد في السوبر كانت من نصيب التونسي وسام العبدي لاعب نادي الزمالك. يمكن دي كانت مفيش عندك رقم لاكثر حراس المرمى تالقا في ماتشات السوبر، او يعني بما ان فيها ضربات ترجيح يعني يعني يمكن عصام الحضري في بطوله 2003 كان ليه برضو الباع كبير، كان شريف اكرامي برضو في 2014، يمكن هم دول اللي كانوا مميزين. يمكن شريف اكرامي في 2013 وفي بطوله 2017 لما تصدر ضربه جزاء كهربا. كهربا برضو دلوقتي ان هم برضو ينطبق عليهم العميل لاعب اكتر من لعب في السوبر مع الزمالك وسجل في الاهلي وبرضو اضاع ضربه جزاء وهو في الزمالك امام الاهلي، وبعد كده اصبح لاعب في النادي الاهلي. يمكن هي دي برضو صحيح الكلام ده كله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف. اشكرك انا شخصيا سعدت جدا بوجودك معانا وبالارقام والاحصائيات والقصص والحكايات والروايات المرتبطه بالسوبر المصري. نحتفل سويا بقى ان شاء الله باذن الله 12 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قصص وحكايات وتاريخ طويل جدا الحقيقه في بطوله السوبر. نتمنى الحقيقه يبقى كرنفال الكره مصرية، ونتمنى طبعا الاهلي يحسم اول القاب الموسم. هي البطوله دي يمكن بتحسب على بطولات الموسم الماضي، لكن هي بالنسبه لنا اول القاب مع بدايه الموسم الجديد. بشكر استاذ اشرف زوف ضيفي النهارده طبعا الناقد والمحلل الرقمي على الارقام والاحصائيات اللي خصنا بيها في السادسه. بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا، والف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك، يعني في استمراريه كده دايما ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. بشكر حضراتكم على المتابعه. مبروك لشاشه الاهلي بفضلكم وفضل متابعتكم لينا. ان شاء الله باذن الله دايما قادرين نقدم لكم الافضل، والافضل دايما يليق بالاحمر والنادي الاهلي نادي القرن. وباذن الله ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه تكون مزيد من الالقاب والبطولات للنادي الاهلي. بشكركم على المتابعه، وبكره ان شاء الله نتقابل حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل اللي تابعونا النهارده.